أنا مش هكمل لنا بقية الحكاية؟ يا خبر، ولاد حلال. أيوة طبعا هكمل. أنا كنت بقرأ جزء مهم قوي في الرواية. إحنا وصلنا لفين بقى؟ لغاية لما جدوا علي تبارك الكتاب. أيوة صح صح يا دودو، صح وصلنا لهنا. أنا بقى كنت صحفية مغمورة، اشتغلت سنين طويلة قوي قوي صحفية، بس محدش كان عارفني لحد لما الكتاب نزل. وبعدين؟ ولا قبلين، لما الكتاب نزل بقيت مشهورة قوي، والناس بقت تشاور عليا في الشارع، وبقيت اطلب في برامج في التلفزيون. هتقولولي ايه التلفزيون؟ هقولكوا جهاز كده بس اندثر خلاص. واكيد جدو علي كان فرحان. جدو علي كان مبقوق. قوللنا ليه كان مبقوق؟ قوللنا يا انا، قوللنا. والنبي قوللنا، والنبي قوللنا. حاضر هقولكوا. تعالوا في حضن، تعالوا طبعا كان فرحان، خصوصا بعد ما اشتريت جزء من الشقة اللي جنبنا وغيرت ديكورات الشقة. كل ده طبعا كان من فلوسي أنا. حاولت على قد ما أقدر ما أقصرش في شغل البيت واحتياجات علي والأولاد، وكان دايما يقولي خلي عنك يا إنجي ولا يهمك يا حبيبتي. إنجي يا ست، إنجي يا ست هانم، بقالي ساعة بنادي عليكي. في ايه يا علي؟ في ايه؟ مش شايفني؟ عندي مكالمة على الهواء على التلفزيون. في الحقيقة أنا سعيدة جدا، سعيدة إن الناس كلها عجبها كتابي وخصوصا الستات. ردي عليا يا هانم. في ايه يا علي؟ بقولك على التلفزيون على الهواء، اسكت شوية. هو التلفزيون أهم ولا جوزك؟ أنا أسفة يا هالة، أسفة قوي، معلش شوية أمور عائلية تحاكي الواقع. المشاهد يحب يعرف تأثير كتابك على حياتك الشخصية وخصوصاً رد فعل جوزك. يا خبر أبيض، جوزي؟ هو أنا في زي جوزي؟ جوزي صحفي زميل، راجل متفتح، هادي الطباع جداً، وفي الحقيقة بيشجعني قوي وعايزني أكتب جزء تاني. أنا عايز الجزء التاني من الشراب ده. ايه يا علي؟ الجزء التاني من الشراب ده ابنك اخده وعمله كوره شراب. انا مالي؟ بتتخانق معايا انا ليه؟ يا ستي سيبك من البرامج والتلفزيون وخليكي مع جوزك، بدل ما اخلي الجزء التاني من حياتك اسود. معقول يا فندم شكل جوزك بيزعقلك؟ جوزي لا ابدا اطلاقا، ده جوز الجيران بيتخانق معاه عشان مش لاقي فرده الشراب. قلتيلي الجزء التاني. في الحقيقة أنا محتارة الجزء التاني كنت أكتبه عن إيه، لحد ما قررت أن أنا أكتبه عن الست المصرية. والحقيقة لقيت أن الست المصرية جوزها بيحترمها وبيقدرها، وجوزي علي جوزي علي هو مثال الراجل ده. أي نجاحات للجورنال هي نجاحات لينا كلنا بفضل اجتهادكم وشغلكم. وبعدين الوصول للقمة صعب، لكن الأصعب بقى هو الحفاظ على القمة. اتفضل. طبعا يا فندم طبعا، احنا نوعدك نفضل دايما على القمة، ويعني النجاحات دي كلها بسبب توجيهات حضرتك يا أستاذ جميل. لا 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 يا أستاذ إنجي، ده بفضل اجتهادك وشغلك. أستاذ في ايه؟ وقت التواليت دلوقتي؟ لا تواليت ايه، مش تواليت خالص. استاذ ايه نمبر 2؟ انا كمان اشتغلت مع حضرتك. انا معايا اشتغلت. ايوه عارفك. طالما انت معاها بقى اتفضلي روحي جهزي نفسك علشان الوقفه. العيد جه؟ مش معقول. امتى والله؟ لا عيد ايه؟ امال ايه الوقفه اللي على سلم نقابه الصحفيين، الوقفه الاحتجاجيه. الاستاذه انجي هتغطي الوقفه هناك وهتاخد لك اكتر من صوره علشان ندلع الموضوع. ندلعه؟ ندلعه ازاي يعني؟ نتحازم ونرقص؟ لا دي وقفة تانية خالص. الوقفة؟ الوقفة. ايه الوقفة دي؟ الوقفة. طب انا هقوم بقى عشان احضر نفسي للوقفة. شوف ده انجي، كاميليا اتغيرت خالص بعد ما اشتغلت معاكي، بس كل ده بفضل توجيهاتي. لا بفضل ان مفيش حد غيرهم بقى يشتغل في الجورنال. تقصد ايه؟ علي يقصد يا فندم ان طبعا بعد الموقع الجديد التكليفات والشغل زاد علينا وكاميليا، وهو قصده يعني ان حضرتك تزود التكليفات ليه شويه. لا انا عايز التكليفات تقل من عليكي انت شويه. والله انا ما اشتكيتش يا علي، خليك في نفسك. اه
قصد سعادتك بقى انك عايز تريح مراتك. لا انا مش عايز اريحها، انا عايز اتلم عليها. انا ما بقتش اشوفها غير وهي نايمه. يا كذاب والله العظيم ابدا يا فندم، انا ما بنامش اصلا من ساعه مكتبها نزل وسعادتك كلفتها بشغل الجورنال الاضافي، وانا بتحايل عليها تاخد اجازه بدون مرتب وهي مش راضيه. انسى يا علي مش هيحصل. وشغل البيت ورعايه الاولاد مين هيعملهم؟ والله يا علي لو انت شايف ان انا مش واخده بالي من بيتي وولادي خلاص خد انت اجازه بدون مرتب وخلي بالك منهم. على اخر الزمن الرجاله هتغسل وتطبخ. ايه يا استاذ علي ومالهم الرجاله اللي بتطبخ؟ احسن شيفات في العالم رجاله. وبعدين الظاهر بقى انك بقالك كتير ما اكلتش من ايديا. اصل علي يا استاذ جميل عايز يمارس دور الذكوري ويعمل عليا سي السيد، اه وابقى انا امينه وابقى جاريه تحت رجليه. الحل الوحيد عشان الست دي ما تتطلقش في ايدك انت يا جميل. في ايدنا ازاي يعني؟ ارفدها يا جميل. هو ده علي اللي انت قعدت تتحايل عليا ان اجيبه الاجتماع وانه هيبقى كويس وكفاءه؟ أسفة أنا غلطانة فعلا يا أستاذ جميل. بقول لحضرتك إيه؟ عرفته. خلاص يا إنجي عرفته عرفته، بس أنتي روحي الوقفة بتاع سلم النقابة بتاع الصحفيين. يلا حاضر. بس وعدي ترفته. إيه بقى إنجي أنت عارفة؟ بس مش قوي. ها مش قوي. مش قوي إزاي؟ مش عارفة أتصرف. مش يعني عرفته شوي يعني إيه؟ كله منك يا جميل. ارفضه بس بالراحة، يعني اقول له انت مر فوت. مش هنسلم مش هنطاطي. مش هنسلم مش هنطاطي. لا عنف ضد المرأة. لا عنف ضد المرأة. لا عنف ضد المرأة. لا عنف ضد المرأة. لا للتحرش. لا للتحرش. لا للعنف ضد المرأة. لا عنف ضد المرأة. يلا يا كاميليا يا بنت. انا خايفة انا خايفة يا انجي، انا خايفة. المسيرة هناك دي هتبدأ، هيطلعوا على سلم النقابة. هدي بس بسرعة. لا بس بجد أنا خايفة. لا يا إنجيلا والنبي. مش هنسلم مش هنطاطي. مش هنسلم مش هنطاطي. مش هنسلم مش هنطاطي. لا عنف ضد المرأة. لا عنف ضد المرأة. لا عنف ضد المرأة. لا عنف ضد المرأة. صوتنا لازم يوصل. صوتنا لازم يوصل. يا إنجي إنجي أنا قلقانة قوي. الوضع مش مستقر هنا والأمن مش مستتب والخضار ما بيتغسلش والغسيل ما بيتنشرش. اهدي 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 يا كوكي. في ايه يا حبيبتي؟ أنا فاهمة أنتِ متوترة ليه؟ يا ماما مفيش أي مشكلة، أنا وأنتِ هنثبت وجودنا بس، أنا صورك كام سيلفي وأنتِ تصوريني كام سيلفي وبعد كده ما نطلعش على سلم النقابة ونروح لبيوتنا. يا سلام. ايوه الهدوء اللي انت فيه. انت مش فاهمه حاجه، احنا في وسط المظاهره يا انجي. احنا لو اي بوكس جه خدنا هنروح في 60 ده يا انجي. يا بنتي فلا الله ولا فالك. وبعدين بقول لك ايه، احنا جايين واقفين في وسط وقفه نسائيه، وقفه رقيقه، وقفه ناعمه. ايه اللي هيحصل يعني؟ انت مش فاهمه حاجه، اصلا حسين منبه عليا لو شفت مسيره بس. حلو كده. لو شفت اي مسيره حتى لو في طرقه بيتنا يعني امشي واسيب بيتنا. حسين هينفخني. حسين هينفخني. بقول لك ايه، حسين ده ما بيشتغلش غير انه بينبه نبه نبه، هو شغال منبه وبس. بقول لك إيه؟ ايه كلام الرجاله لا بيودي ولا بيجيب. انت مش فاهمه يا انجي، انا خايفه لحسن يكون في طرف ثالث مندس في المظاهره يسخن المظاهره نروح في 60 داهيه. مندس في المظاهره وطرف ثالث؟ يا حبيبتي مفيش حاجه اسمها مندس ولا في حاجه اسمها طرف ثالث. إيه؟ وما تقوليش كده قدام حد لان الناس بتضحك عليك. انا ما عملتش حاجه. انا بريئه بريئه بريئه. يا العقل يا العقل. انا ما عملتش حاجه. انا ما عملتش حاجه. هجيلك يا كوكي، هجيب محامي واجيلك يا كوكي. يلا هاتها معاك. تجيب مين؟ لا 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 حضرتك انا مش عايزه عنف. بالراحه افهمك بس. خدها خدها. بلاش عنف بلاش عنف حضرتك بلاش عنف. حبيبتي تعالي. هيعدمونا ولا هي انجي؟ استني انت كمان. هو حضرتك اكيد في طرف ثالث سخن ما بيننا. مش انا قلت لك كده؟ ايوه ايوه في فتاة. مش انا قلت لك برضه كده؟ اه قلتي لي. جاتك خيبه. اعدام يا انجي. انت لابسه احمر يبقى اعدام.